السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد كده اهو. اخباركم ايه؟ انا النهارده بقى طالعه افطر معاكم، هي الساعه 4 يعني، هو افطار وغدا، لان كل ما اقول لحد بقى تعالى افطر معايا او نعمل فيديو مع بعض يقولوا لي لا، فانا بقى طالعه معاكم لوحدي. فلو عجبكم الفيديو حبيبي عشان لوحدي وكده بقى شجعوني واكتبوا لي في الكومنتات ان الفيديو حلو، عشان اللي بيقول لي مش هطلع معاك بقى يتغاظ. لما نجيب الاكل مع بعض. والله يا حبيبي لسه مخلصاه، جايه لكم اهو يا حبيب قلبي. معانا ايه بقى؟ بطاطس محامير. مش عارفه تشوفوه ولا لا، استنى كده اما اعدل التليفون كده. ومعانا بقى اكله كان نفسي فيها موت، هي عجوة بيض. هو مفيش عندي عجوة والله، ودي حتة جبنة كده قديمة مع فلفلاية، حتى ما عنديش والله طماطم اهي يا حبايبي. العجوة اللي بالبيض ده حبايبي نسيت اقول لكم في الفيديو وانا بعمل طريقتها، ما بتحطلهاش لا ملح ولا اي حاجة. نجيب بقى العيش، تعالوا كلوا معايا يا حبايبي. تعالوا بقى افطروا معايا، اتغدوا معايا. يعني على فكره انا باكل في المطبخ لان النور مقطوع، انا عندي يعني ترابيزه في المطبخ. وبسم الله الرحمن الرحيم نحط بقى كده حته جبنه قديمه على اللقمه، اللي نفسه كده مصدوده يجي بقى نفسه تتفتح مع حنونه. وبطاطسيه كده بقى، وراح ابق مين. والله جعانه قوي من ساعه الغدا امبارح، والله ما كبت. بالله عليكم حبايبي بقى، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس بكلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وصلوا كده على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. جميله والله الوصفه دي، تعجبكم. قايمه ما عنديش نشاط خالص وتعملها بقى، جميله قوي. هتقولي بتاكلي حلو جنب حد؟ هقول لكم والله مزاجي جايبني كده عشان تدينا طاقه شويه، لان الانيميا عندي عامله عمايلها. مش عارفه معلش بقى يا حبايبي، اعذروني لو التصوير في حاجه، مقدرش استنى لما النور يجي لان الاكله دي لازم تتاكل سخنه. استنى البطاطس ولا ما عنديش عجوه بيض عملتها بالبلح، البلح الاسود طلعت جميلة قوي قوي، اول مرة اعملها بيه والله. شوفوا بواقي التلاجة، ما هو دي بطاطاية واحدة، ما كانش عندي حاجة الا كده. والعيال في الدروس بيجوا بالليل بقى، بيخرجوا عند نانتهم يعني اللي هي ستهم، وما بيجوش بقى الا بالليل، وبقعد لوحدي. قلت بقى انتوا هتحبوا حنونه بقى وهتشجعوها حبيبي ومتابعيني المسكرين، ان انا يعني طالعه لكم لوحدي وكده وباكل معاكم يعني لوحدي وكده، ما حدش برضه يطلع معايا يعمل ايه. انتوا بقى تشجعوني بقى، بعدين يا حبيبي ده شغلي، هقعد استنى بقى مين يجي معايا بقى؟ مش هلاقي حد، قلت انا اطلع اكل معاكم. انا باكل الفلفل الرومي ده اللي في الثلاجه، حتى الخيار مفيش. هنعمل ايه؟ ما ناكلش؟ لا هناكل باللي موجود عندنا بقى. انا والله ما انا عارفه اللي بيقطع النور دوت، يعني والله حرام عليه بجد. ها
مش حاسس بحاجه، ده ولا ايه ظروفه؟ ومانيش عارفه والله. عارفين بقى حبايبي اللقمه مين دي؟ العجوه دي بتنزل في القلب مش في المعده. دي ايد اليمين، لو ظهر عندكم بقى الشمال فجايز الكاميرا بقى. بطاطايه، قوم بقى كده حمر بطاطايه واقعدي كلي. حتى لو قاعده لوحدك ومالكيش نفس، افتحها على عالم حنان وهي تفتح نفسك. البطاطس المحمر مع الجبنة القديمة جميل قوي والله، جميل قوي. الزبدة مع البيض مع البلح لهم طعم كده ميكس بينسيك الدنيا وينسيك همومك. الاكل ده متعة. انا بالنسبة لي هو يعني الجسم ما بيستحملوش وكده، بس والله دي متعة. انا لما بزعل واتضايق باكل كتير. مين زيي؟ ازاي اكتبلي في الكومنتات. لو عايزين بقى روتينات قوليلي وانا اعمل معاكم. بس عايزه بقى افرش السجاد وكده وانضف كده تنظيفة المدارس عشان الشتا داخل علينا بقى. كل سنه وانتم طيبين والمدارس وكده. بس والله الواحد معرفش عنده كسل مش طبيعي والله العظيم. ايوه الاضاءة بتروح وتيجي، مانيش عارفة والله. عارف تليفوني مع انه والله ما كمل سنة معايا. يلا ربنا يسهل بقى واجيب غيره. بالله عليكم حبايبي والله انا عايزة المشتركين كده تكبر بيكو ومعاكو كده، عشان القناة دي مصدر رزق والله. انا فتحها كده، مش فتحها يعني ان انا السلة، مانيش فتحها للتسلية. لان على فكرة انا ما بحبش السوشيال ميديا اصلا ومليش فيها والله. بس مانيش، انا معايا بكالوريوس حاسب آلي ونظم معلومات ادارية، بس والله ما لاقي شغل لا خاص ولا غير خاص. فانا بقالي 3 سنين عايز افتح القناه دي، بس حقيقي ما كانش معايا بقى ايه يعني، ما كانش معايا تليفون حديث عشان افتحها، وانا لسه جايبان ما كملش سنه يعني. فبالله عليكم اللي يشوف الفيديو يشترك كده في القناه ويدعمني وهيشوف كل جديد يعني. فانا مش لاقيه والله مصدر رزق غير ده. انا عارفه ان انتوا حلوين، مش هزعلوا حنونه. انا بقول على نفسي، انا بدل على نفسي دايما، بقول والله حبايبي مش لاقي حد يدلعني. فحاولي كده اما تبقي ما حدش بيدلعك، دلعي نفسك. ايه المشكله؟ الحمد لله والله الواحد شبع. نعمل بقى الشاي. ويا رب لو الفيديو كده خفيف يكون عجبكم، واللي يشوف القناه
يشترك فيها ويفعل الجرس بكلمة الكل ويحط لايك جميل وتعليق مسكر زي فانز المسكرين، ودعموني كده. وعايزة قناتي تكبر بيكم ومعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.